بسم الله الرحمن الرحيم، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المتجدد مع شيخنا العلامة فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي. فضيلة الشيخ، كنا قبل الفاصل نتحدث عن الإجهاض وهو موضوع الحلقة. فهناك بعض أحكام تتعلق بما يقع للمرأة من موضوع الإجهاض هذا، كالتغسيل وتكفين هذا السقط إذا خصوصا إذا نفخ فيه الروح. فهل يجوز أولا تغسيله أم لا؟ وهل يجوز تكفينه أم لا؟ وهل يجوز أو هل يجب، خلينا يكون الكلام أدق، هل يجب الصلاة عليه أم لا؟ هل تجب تسميته أم لا؟ إذا كان بعد الأربعينات التي ذكرناها، نعم، فقلنا هو مخلوق إنسان، نعم، يعني أصبح إنسانا يعني كاملا، في هذه الحالة إذا نزل يعني من بطن أمه يجب أن يغسل وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين. نعم، يعني هل يشترط أن يستهل صارخا؟ يعني البعض يحصل منه صرخة أو حاجة تدل على إنه كان حيا، يعني والبعض لا يقول خلاص ما دام كمل الأربعة أشهر نصلي عليه. قبل هذا ليس لازما، وما يستحب هذا. والبعض حتى يعني يقول لك يعني لو الإنسان حتى الشعر اللي يطلع منه يدفنه، يعني تكريما للإنسان، حتى أظفرك ما ترماش في الزبالة حطها، نعم، في البتاع وكذا. يعني فأي إنسان يقول لك يعني ادفنه ولو في حتة يعني بعيدة كده، نعم، وتوديه للمقابر أو يعني. طيب هل يسمى؟ ويسمى ويسمى أيضا حتى وإن كان سقطا ميتا. نعم. طيب هل تشرع العقيقة عن هذا السقط؟ لا، العقيقة بتشرع بعد الولادة بأسبوع. نعم. فدام ما دام لم يولد يعني ولادة طبيعية ولم يعش لمدة الأسبوع، حتى لو ولد ومات قبل الأسبوع ما عليه عقيقة. العقيقة يعني تسن أو تستحب أو تجب عند من يوجبها عند مرور أسبوع في اليوم السابع للميلاد. نعم. طيب من المعروف طبعا أن بعد الولادة ينزل الدم المعروف بدم النفاس، ولكن ما ينزل على المرأة بعد الإجهاض، هل هذا أيضا يعد نفاسا أم لا يعد نفاسا؟ هو دم نفاس. دم نفاس. دم نفاس، لأنه دم يتعلق بنزول كائن من رحم المرأة. نعم. فهو حكم النفاس، وهو يعني يمنع الصلاة ويمنع الصوم ويمنع الجماع مع الرجل. نعم. حتى القطع والطواف بالبيت الحرام. والطواف بالبيت الحرام. نعم. وكل الأحكام المتعلقة بهذه الأمور. طيب. نعم. لعلنا يعني كنا نتحدث عن موضوع الطبيب الذي يقوم بأمر الإجهاض هذا، يعني ما حكمه وما حكم تكسبه من هذه العمليات، خصوصا وأن البعض ربما يكون فيه نوع من أنواع المبالغة في أجرة الطبيب لهذا الأمر، فهل للطبيب أن يعمل هذا العمل وما حكم تكسبه؟ الطبيب المسلم يعني الملتزم بالإسلام عقيدة وفكرا وشريعة وسلوكا، المفروض إنه لا يقدم على عمل من الأعمال إلا إذا اعتقد أنه مشروع وأنه حلال، فأما الحرام فلا يجوز الإقدام عليه، والحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. إذا كان أمور مشتبهات حاول يسأل فيها حتى يتبين له هي من قسم الحلال أو من قسم الحرام. إذا اشتبه عليه الأمر فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. ولا يبلغ عبد ضررة المتقين حتى يدع ما لا بأس به، حذر ما حسب درجته في التدين. نعم. وفي واحد يعني لا يبالي، وفي واحد وسط، وفي واحد يتحرى لا يريد أن يدخل يعني حياته أي شيء من الحرام، فهذا لا يقدم على أي شيء. الطبيب
المسلم الحق لازم يعني يكون مقتنع، ربما يكون هو من الناس اللي لهم فقه. نعم. يعني بعض إخواننا من الأطباء لهم يعني فقههم الخاص من قراءتهم ومن معايشتهم للعلماء، كان أخونا الدكتور حسن حتحوت والدكتور أحمد القاضي والدكتور البار ومسألة يعني عندهم نعم. فقه، فهو يكون رأيه في المسألة وبناء عليه يقدم أو لا يقدم، وإذا اشتبه عليه الأمر يعني يستوثق من علماء يعني متخصصين حتى يصل إلى الرأي الذي يعني يبني عليه يعني سلوكه. أما أن واحد بس هات لي فلوس، المهم يعني هو الشيء حلال بقدر ما يدفع فيه. نعم. إذا ذلك يعني اداله الكمية بتاع إغراء هذا أقرب إلى الحلال. نعم. يعني هذا لا ليس هذا هو الطبيب الذي يعني نحب أن يعني يكون طبيبا مسلما. طيب. طبيب المسلم هو المتحري. لكن ماذا فضيلة الشيخ لو أجبر الطبيب على هذا الأمر؟ يعني أحيانا البعض قد يجبر الطبيب، تذهب امرأة ومعها بعض الرجال على دكتور أو على طبيب في عيادته فيجبرونه على عملية الإجهاض. ما معنى يجبرونه؟ تحت تهديد السلاح مثلا. يعني المكره له حكمه. نعم. يعني الإسلام يعني في أخطر الأمور وهو الكفر، الله تعالى يقول إلا من أكره وقلبه أي على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. وفي حالات الضرورة يعني هي دون الإكراه، الإكراه نوعين، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. الملجئ الذي يلجئك بقوة السلاح إنك تفعل الأمر، فهذا حتى في حالة الضرورة هي دون ذلك، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نعم. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فلو أن يعني جماعة أكرهوا طبيبا على أن يفعل هذا، فإن الله وضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. فهذه أمور تقدر بقدرها، إنما يحاسب الإنسان على ما فعله قصدا يعني بإرادته الحرة. طيب هناك حالة وقعت وكانت السائلة تسأل أنها حملت في حمل سابق وفي أثناء هذا الحمل أصيبت بصمم في أذنها اليمنى، ثم يعني من الله عز وجل عليها بحمل آخر والطبيب المعالج يقول أن هذا الحمل سيترتب عليه ذهاب سمع الأذن اليسرى، وأنها في حالة الحمل لا تستطيع أن تأخذ دواء حتى لا يؤثر على هذا الجنين. في مثل هذه الحالة يعني كيف نوازن؟ إذا كان يعني قبل 40 نعم تتخلص يعني بسهولة من هذا الحمل، بعد 40 يصبح أشد شوية، ولكن إذا كان قبل 40s قبل 120 يوما يعني ممكن في مثل هذه الحالة يعني أن يجيز لها. بعد 4 أشهر حدث الحاجز الحصين الذي لا يعني وترضى بقضاء الله هنا حتى لا تقتل، بقضاء نعم. الله وقدره، ويمكن ربنا يعني ينقذها. والمفروض انها هي يعني النساء اللي بيصابوا هذا بيعرفوا ان عملية نعم. دي ويبقوا حذرين من الحمل وهم وازواجهم ونبقى عامل مشكلة في العيلة، فلازم تحافظ قبل ان تصل الى 4 أشهر. نعم. فضيلة الشيخ هناك حالة عملية وقعت وكان السائل يسأل فيها عن أن الفحوصات أو الأشعة تذكر بأن الجنين الرأس رأس إنسان لكن البدن عبارة عن جسد أو سمكة. في مثل هذه الحالة ماذا نصنع؟ المعروف في مثل هذه الأحوال أن الجنين لا يعيش. نعم. إذا نزل إما أن ينزل ميتا وإما أن يموت بعد مدة قليلة. نعم. هذا المعتاد في هذه، فالأطباء لا يجدون في مثل هذه الحالات يعني مشكلة، لأن القدر بيحل الموضوع حلا سريعا
دون أن يحوج الناس إلى شيء يعني. إذن تبقي المرأة على على ما في بطنها من جنين سيموت يعني وسيموت بعد ذلك. هناك البعض تعلمون موضوع اللولب، هذا كنوع من أنواع العزل أو طريقة من طرق العزل، والبعض يقول أن اللولب يقوم لا يمنع عملية التكوين ولكنه يقتل البويضة، فهل هذا يكون فيه شيء لو ثبت يعني علميا؟ ثبت هذا على كل حال، الإسقاط يحصل أو الإضهاض أو يعني يحدث بعد أن يستقر الجنين، البويضة الملقحة بعد أن تستقر في جدار الرحم، زي القرآن سماه قرار مكين. نعم، جعلناه في قرار مكين. بعد القرار المكين هذا يبقى أي اعتداء عليه في حالة اللولب لسه لم يدخل في هذا القرار الايه القرار المكين، فلا لا يعتبر هذا من نوع العدوان على الجنين. هناك بعض الإخوة والأخوات من الأطباء في أثناء عملية الولادة قد يموت الجنين، هذا الموت قد يكون طبيعيا وقد يكون الموت بنوع من أنواع الخطأ من الطبيب نفسه أو من الطبيبة نفسها، وعادة ما يشعر هذا الطبيب أو هذه الطبيبة بنوع من أنواع تأنيب الضمير، فما الحكم في مثل هذه الحالة؟ هو أخطأ فمات بسبب خطئه. وفيه الحديث الذي رواه أبو داود، من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. نعم، يعني إذا دخل على علم الطب هو ليس أهلا له، يعني ليس طبيبا أو طبيب دخل في غير اختصاصه، تعرف علم الولادة والأمراض النساء ده تخصص، ده واحد جراح ما دخله في الولادة، إذا دخل فيما لا يحسنه فهو ضامن. إنما إذا الطبيب المختص أخطأ يعني من غير تعمد ولا إهمال يعني فليس ضامنا، إذا كان يعني إهمال اللي بيسموه الإهمال الجسيم. نعم، يعني في إهمال طبيعي يمكن يحدث، إنما فيه إهمال جسيم لا 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 يقبل من الطبيب أن يقع فيه، هو يتحمل المسؤولية ويكون يعني الحالة. مشترك أو يكون هو فاعل في هذا الأمر. طب ماذا لو اضطر طبيب ليس شأن الولادة أو النساء من تخصصه لكنه اضطر إلى هذا الأمر في مكان ما وليس هناك من يولدها فقام فأخطأ، هو أخطأ في هذه الحالة؟ لا، إذا كان مضطرا إلى هذا، مثل ما واحدة بتولد في البيت وما دايما كان زمان الداية تيجي في نعم. ما فيش داية، بتيجي مرات الجار ولا واحدة من النساء الخبيرات بيجوا يقوموا بهذه العملية، يعني هذه أحكام الضرورة. نعم، الضرورات لها أحكامها ولكن الضرورة تقدر بقدرها. فضيلة الشيخ، في نهاية هذه الحلقة نشكركم باسم إخواننا وأخواتنا من المشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في عمركم وأن يبارك لنا في علمكم، ولكم الشكر الجزيل أيها الإخوة والأخوات، وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله.